مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أطياف الحب. سمعنا عن 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1، ولكن هذه المصطلحات عادة ما نسمعها عن أشياء يمكن أن نقتنيها أو عن سلع مثلا. فيعني يوضع مثلا القهوة واللبن والسكر ف3 في 1 مثلا، أو يعني أقتني بعض الأشياء فيكون مثلا 5 بسعر 2 أو ما شابه. ولكن هذه المرة سنتحدث عن 3 في 1، 4 في 1، 10 في 1، 100 في 1، ولكن في الشخصية. حديثنا اليوم عن ما يعرف باضطراب الهوية التفارقي، أو بشكل أبسط اضطراب تعدد الشخصيات. فما هو هذا الاضطراب؟ وإلى أي حد يمكن أن نخاف منه؟ ما مدى انتشاره؟ وما هي خصائصه؟ وكيف يكون المحب من، يعني إذا كان عنده هذا الاضطراب الشخصي كيف يكون مع حبيبه أو حبيبته؟ وأخيرا وليس آخرا طبعا، هل هناك علاج؟ للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول هذا الموضوع يسعدني أن تكون ضيفتي، وهي الضيفة الدائمة الحقيقة، صاحبة البيت يعني في هذا البرنامج، روديس ناصر، الأستاذة الجامعية وأخصائية العلاج السريري. روديس أهلا وسهلا بك دائما معنا في البرنامج. مساء الخير محمد، مقدمة حلوة كتير إلي. لا يعني أنا لم أقل أكثر مما تستحقين، بالعكس، فأنت دائما ضيفة عزيزة جدا على البرنامج. يعني بداية أوديس، لو ممكن بشكل مبسط فقط، ما هو اضطراب الهوية التفارقي، أو بشكل أبسط اضطراب تعدد الشخصيات؟ ما هو التعريف العلمي لهذا الاضطراب؟ هو زي ما حكيت، هي تعدد الأشخاص جوا الإنسان نفسه. يعني إحنا قبل 1800 كنا نفكره، ما كناش عندنا علم بالأمراض النفسية، كنا نفكر إنه هذا لابسه جن ولا لابسه شو بقولها بالعربي، يعني روح شيطانية، عنده روح شيطانية أو روح شريرة. عليك نور. هلا تغير العلم، قبل 100 سنة اكتشفنا انه في امراض عقلية والانسان ممكن يكون عنده تزاوج بالشخصيات. فهي تعتبر انه المصطلحات القديمة يعتبروها شخصيتين، كانوا يفكروا الواحد عنده شخصيتين وبس. بس بعد ما العلم والدنيا تغيرت اكتشفنا انه الانسان ممكن عنده اكثر من شخصية، 2 و3 لحد 100 يمكن. فهي صارت بطل اسمها تزاوج الشخصية، صارت تعدد الشخصيات، اللي هي شخصية كان يجوا الجسم نفسه. تمام. يعني هنا يعني يمكن أن يحدث لبس في بعض الأحيان، ونظن أن هذا الشخص ليس مريضا، بل إنه لا، يعني عنده مس من الجن مثلا، أو يعني عنده لبس ما مع شخصية شيطانية، أو ويقوم باستدعاء شخص لإخراج هذه الروح الشريرة من الجسم عن طريق يعني عملية استخراج للجن أو للعفاريت أو أيا كان. طيب يعني كيف يختلف اضطراب الهوية التفارقي أو تعدد الشخصيات عن انفصام الشخصية أو الفصام، أو ما يطلق عليه يعني السكيزوفرينيا؟ يعني هل هناك أوجه تشابه أم يعني هناك اختلاف كامل؟ هو لا، اختلاف كامل. اللي عنده الانفصام بالشخصية يعتبر مريض بالنورانس، بالأعصاب، بالمخ، بولد بصير عنده مرض وهو ولدان. فهاي سهل في تعالج الإنسان فيها، بعطوه أنتي سايكاتيكس، بعطوه أدوية وبتنحل المشكلة، لأنه هاي بالأعصاب، إشي مربوط بالأعصاب. بس اللي عنده الأرواح هاي أو الشخصيات المتزاوجة جواته
ما لهاش دخل بالأعصاب. هاي بقولولها development، يعني هذا الإنسان هو من البيئة اللي حواليه بيطلعها، فهاي ما لهاش علاج بالأدوية، لأنه هاي شخصية بتطلع من البيئة اللي هو عايش فيها، من الحياة اللي هو عايش فيها، ما فيش تجيش من الأهل، تجيش من الوراثة، بتصير شغلة حواليه للطفل عادة بتسوي هاي زي ما تقول تفرض عليه إنه يطلع الشخصية هاي بالعقل الباطني. يعني إذن يمكن أن نقال، يعني أن نقول أنها تكتسب ولا تورث، يعني أنا لا أرثها من أحد من أهلي، أو ليست موجودة في الحمض النووي يعني. مزبوط. ولكن هي شيء يكتسب مع ظروف الحياة والبيئة المحيطة. بالضبط. طيب يعني ما هي أكثر نوع من أنواع البيئات التي يمكن أن تولد هذا النوع من الاضطراب؟ عادة بيكون الطفل، هي بتبلش بالطفل، والطفل بيكون إنه شاف أو عاش ببيئة فيها شو التورتشر بالعربي؟ تعذيب أو عذاب أو يعني مش بس صدمة نفسية، في ناس إحنا عندنا صدمات، في أطفال بيصير عندهم صدمات، إحنا بنحكي إشي أكتر من الصدمة، إنه تعذيب بالجسم، ضرب، سكاكين، دم، تشقيق، أو تعذيب ايموشنلي اللي هو تعذيب عاطفي أو نفسي، يعني تعذيب عاطفي. سوري العربي شوي. فشو بصير مع الطفل، خاصة لما يكون الطفل مثلا إذا أنت أبوه وأنت قاعد بتعذب فيه وبتعمل له كل المشاعر هاي اللي بخايف منها، الطفل ما بعرفش وين يهرب، لأنه قاعد بغرفته مثلا، أنت حاطه بغرفة مسكر عليه وبتعذب فيه وتضرب فيه كل يوم، فالطفل بيقدرش يدافع عن حاله وبيقدرش يشرد، وين يروح لأنه قاعد بغرفة مسكين يعني. فشو بيصير بالطفل، بهرب من جوا، فعشان يهرب يحمي حاله من العذاب اللي هو عايش فيه بيخترع الأم، الأب، الهيرو تبعه، أي إشي عشان يحميه، لأنه لازم عقل الباطن يعني بتحملش، احنا كانسان نقدرش نتحمل العذاب، فتخيل طفل عايش بهالعذاب، فبيخترع زي ما تقول شخصيه عشان تحميه، وهو كله هذا اختراع بالعقل الباطن. بس كردت فعل يعني لما من عذاب او من تعب. طيب يعني هنا عندما اخترع شخصيه الاب البطل الملاك الحارس ان كان، هذه الشخصيات تعيش في عالمنا الواقع أم هناك خيالات أيضا تصاحب، يعني تصاحبها، يعني عندما يلبسني أو عندما يسيطر علي الآن مثلا شخصية القائد الحاسم الذي بداخلي مثلا، هل أرى الأشياء كما هي حولي الآن أم أرى عالم متخيل؟ إلا إذا أنت الشخصية هاي كان عندها سكيزوفرينيا، يعني كيف أفهمها؟ كل شخصية إلها طبيعتها، لغتها، الجندر تبعها ميل، ست أو مرأة، الصوت، اللغة، يعني كل شخصية كأنه إنسان تاني لحاله، ويمكن أن يكون عنده أمراضه النفسية الأخرى أيضاً. طبعاً حتى نظرهم بيختلف، يعني في واحد بيكون لابس نظارات والتاني بيحتاجش نظارات، واحد بيكون عنده سكري واحد ما عندهش سكري، واحد كبير بالعمر واحد صغير بالعمر، وبلكن واحد فيهم مريض نفسياً، لأنه كل شخصية إلها طيب. كأنه نفس تاني، كأنه واحد تاني. يعني عفواً، طيب هنا مثلاً أشياء مثل السكري مثلاً، يعني لو تحدثنا عن البنكرياس والإنسولين، يعني هل البنكرياس هنا ينشط مع شخصية ويضعف مع شخصية أخرى؟ يعني هل هذا ممكن؟ ممكن، بس لحد هلا الريسيرش ما أثبتهاش، يعني إحنا بنعرف النظر ممكن يختلف من شخصية لشخصية. في ناس إنه حتى نوع الدم، فصيلة الدم ممكن تختلف، نعم ولا يمكن، لأنه هذا كله بيجي من الجسم. لكن الغدة الكظرية مثلا أو ما يطلق عليها الأدرينال جلاند، يعني التي تنفذ الأدرينالين، الغدة الكظرية هنا ممكن أن تفرز أكثر أو أقل عند شخص. يا هاي أكيد، لأنه الأدرينالين بعتبر شيء من المشاعر، الدوبامين والمشاعر، فإذا عندك شخصية عندك دائما مضحكة ومبسوطة والكوميدي، فالأدرينالين بيكون أحسن. إذا ولا عندك واحد بيلعب رياضة
الشخصية تبعته بيلعب رياضة، فطبعا لما تطلع الشخصية هاي الجسم كله بيختلف، بس الأمراض النفسية كمان تختلف من شخص لشخص، لأنه كل تفكير لأنه تفكيره بيختلف، بس فصيلة الدم تختلف. I don't think so. DNA يختلف. I don't think so. يعني ما أظنش لهالدرجة. ماذا عن الشكل الخارجي؟ يعني هل ممكن أن يختلف التكوين العضلي مثلا؟ يعني لو أنا بطل رياضي في شخصية من شخصياتي، هل تكون عضلاتي مثلا أكبر أو أقوى؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟ I don't think so. بس شو بصير حسب أنت كيف الطريقة اللي أنت بتقعد فيها. فإذا أنت أبو عضلات وتلعب رياضة، شخصيتك تلعب رياضة، يمكن عضلاتك تشد أكثر لأنه قاعد أنت شادة عضلاتك. أوكي. فإذا أنت الشخصية اللي قدامك بتطلع إنك أنثى، شكل يختلف لأنه قعدتك كالأنثى، طريقة حكي، بس مش هتطلع صدر ومش هتطلع جسم تاني، يعني لأنه جسمك الأصلي بيضله زي ما هو، بس non-verbal الأشياء اللي الجستشر تبعتك بتختلف، الصوت بيختلف، اللغة بتختلف، حتى الأكسنت بتختلف، مرات لغاتهم بتختلف، واحد بيحكي عربي واحد بيحكي إنجليزي. ولعلمك لما تطلع الشخصية ولا واحد من الشخصيات اللي حواليه عارف شو بيصير، كلهم مش واعيين. توتال أمنيجا، بيعرفوش عن بعض. يعني ما أقوم به أنا كرجل لا تعرفه المرأة التي بداخلي، ولا أعرف الطفل الذي بداخلي، ولا أعرف الشيخ الذي بداخلي مثلا. أكثرها لا، بس لما يصير العلاج وإحنا نحكي للشخص اللي قدامنا إنه في عندك الشخصية الأولى والثانية، مرات ممكن هو لحاله الشخص اللي قدامي المريض يربطهم يحكي معهم، مرات بيكون عارف ومرات لا، حسب. مرات يقول لك أنا عارف إنه في عندي الأب بطلع، بس لما يطلع الأب مثلا والشخص نفسه اللي هو الطفل هذا اللي مريض بيكونش عارف شو الأب يحكي، بس بيكون مرات الطفل هذا بيكون عارف إنه في أب، شخصية أب، بس هو مش عارف إنه هاي شخصية تانية. طيب يعني لو تحدثنا عن التناول في الدراما مثلا، يعني يمكن في مجموعة أمثلة تستحضرني الآن حول التناول الدرامي. يعني مثلا لو عدنا من البعيد إلى القريب، يعني مثلا في كرتون ل توم وجيري الفأر والقط، يعني قديم جدا هذا الكرتون، ولكن طبعا توم وجيري يعني كانوا ولا يزالوا من أكثر النجوم يعني شعبية في العالم. في حلقة من الحلقات توم القط يصاب بفقدان ذاكرة كامل، و يعني عندما يتم يعني يكون عنده صدمة على الرأس، فعندما يصدم في رأسه فيتحول إلى فأر ويصاحب جيري ويحاول أن يدخل بقوة في جحر الفأر ويأكل الجبن معه. عندما يصدم مرة أخرى على رأسه يصبح قطا شرسا جدا. هل هذا مجرد كرتون مضحك أم فيه شيء من الحقيقة؟ فيش بالحقيقة، لأنه الشخصية اللي بتطلع تعرف شو تفكيرها، إلها تاريخها، إلها ذاكراتها المعينة، فممكن واحد يطلع فيهم شر، ممكن واحد يطلع فيهم منيح، ممكن واحد يطلع فيهم فهمان، فكأنك بتحكي مع شخص تاني ويكون الضد تماما، يعني واحد فيهم قط والآخر فقر، يعني عكس بعض تماما، واحد طفل وواحد زلم كبير، واحد منيح واحد أنثى واحد ذكر، واحد جاي. تمام. طيب يعني في أيضا الفيلم، يعني بعد ذلك مثلا هناك فيلم سايكو لألفريد هيتشكوك. يعني هذا الفيلم رجل شخصيته وعنده شخصية أخرى هي شخصية أمه، وهنا الذي أود أن أسأل عنه، يعني في هذا الفيلم هو يجري حوار مع نفسه بأصوات مختلفة، يعني هو يتكلم بصوته هو كالابن ويرد على نفسه بصوت المرأة الأم. هل في اضطراب يعني تعدد الشخصيات أو يعني الذي نتحدث عنه الآن، أو اضطراب الهوية التفرقي، يمكن أن يحدث حوار بين شخصية وأخرى، أم هذا مجرد في الدراما؟ لا ممكن، بس إمتى بتصير؟ لما يصير العلاج، يعني لما أعمل علاج لواحد وأطلع الشخصية وإنت عارف إنه هاي الشخصية مع أنت ممكن تحكي معاها. بس انت مرات المريض اللي عنده هذا المرض ما بيعرف انه عنده شخصيات، هاي المشكله، انه ليش هم it's very rare.
يعني أقل 1% بالعالم بالكون كله نعرف إنه أقل من 1% في هذا المرض، وأكثرهم نسوان على فكرة مش إسلام، أكثرهم ستات. فلما يجي واحد يقول لك عنده هذا المرض، صدقني كل الدكاترة النفسية من كل العالم بيسافر عشان يجوا يشوفوا الحالة هاي، لأنه مدروسها صعب جدا تلاقيها، يعني دراستها كتير صعبة. فمرات بالعلاج بتطلع الشخصيات وبتقبل، بيطلعوا بيحكوا مع بعض، ومرات بكونش عارف انه في شخصيات، يعني حسب العلاج كيف بتطلعهم، مرات بيطلعوا مرات بيطلعوش، مرات بيحكوا مع بعض مرات بيحكوش مع بعض. اكثر اللي بعرفه بيعرفوش بعض، نفسه اللي المريض بيعرفش انه في عنده اكثر من شخصيه بجسمه او بعقله. طيب وهنا يعني هل ممكن ان يعني ان يكون السبب في انه المراه اكثر من الرجل؟ لان عاده المراه هي التي تتعرض الى القهر او الى الظلم اكثر من الرجل، او الى التعذيب يمكن يعني. يمكن بس يمكن كمان لأنه قليل جدا من الناس يعني بالبلاد واحد عنده هذا المرض ما بيعرفش هو مريض نفسي، بقول لك لا هذا أكيد لابسه جن، ما ودهوش على الدكتور، يعني اللي عنده المرض هذا أكثرهم بضلوا مسكتين عليه. فيمكن اللي احنا بنعرفه البنات هدول الستات وأكثرهم بس النورث أمريكا، بس الكيسز موجودة أكثر بتركيا، بس بتركيا ما بيأمنوا بالعلم، يعني سوري بتركيا أكثرهم بيأمنوا بالروحانية، فبيحاولوا يخلوا المشكلة الروحانية، بس بيعرفوا لو في هو علم، لو في statistics مظبوط أكيد بتلاقي يمكن ولد أو بنت، it doesn't matter. بس تمام، لأنه فعلا يعني اللبس، أو يعني ما يعرف عليه أنه لبس الجن أو لبس الشيطاني، يعني هنا يعني هناك تطابق في أشياء كثيرة جدا، مثلا مع مثلا يعني اضطراب الشخصية، يعني الشخصيات التفارقية مثلا هنا، أو اضطراب الهوية التفارقية أو اختلاف الشخصيات، أنه يكون لهم أصوات مختلفة تماما وطريقة تعبير مختلفة، وقد يكون رجل وامرأة أيضا ويتحدثون بلغات مختلفة. أيضا يتوافق كثيرا مع أعراض الصرع أيضا، لأن الصرع تحدث هناك تشنجات شديدة، ويعني اللعاب يخرج من الفم أيضا، وهي نفس الأعراض التي توجد عند من يطلق عليهم أنهم عندهم لبس شيطاني. فهنا هنا هناك يعني التباس حقيقة بين هذا وذاك. ما هو ما تنساش محمد، احنا بس قبل 100 سنه تبلش العلم صرنا نفهم بالاعراض العقليه، قبل 100 سنه 1800 يعني قبل ال 1800 اخر ال 1800 كل الاديان كل البلاد كل وين ما تروح كانوا يفكروا انه هذا تخلص الارواح. العلم تقدم، فالدول المتعلمه وفهمانه بيعتبروها علم، بس في كندا في كتير ناس ما بيأمنوا، بقول بسكتوا، بضلك يقول لك لا بنروح بنشوف شيخ أو كوري يحل المشكلة، بس طبعا هذا الإنسان بيكون مريض نفسيا. طيب يعني ما الذي، يعني احنا قلنا ان هذه الشخصيات قد تختلف تماما، و من حيث الصوت، من حيث السن، من حيث كل شيء، ما الذي يخرج هذه الشخصيات؟ وعود للدراما أيضا، للدراما الحديثة نسبيا، يعني هناك فيلم سبليت أو فصام أو انفصال مثلا، في كان البطل يقوم يعني مثلا امرأة ترتدي الكعب العالي، طفل صغير يخاف، وهناك واحد طاغية. هناك فيلم آخر أيضا وهو فيلم رعب، يعني امرأة تستأجر فتاة لكي يعني تقوم برعاية أطفالها، وهذه الفتاة عندها اضطراب الهوية التفارقي، شخصية عندها شخصية ملائكية طيبة حالمة حنونة جدا، وشخصية أخرى شيطانية، ولكن هذه الشخصية أتتها من أمها التي تبنتها، هي كانت يعني هي كانت طفلة يتيمة، والمرأة التي تبنتها كان عندها اضطراب الهوية التفارقي. فهل يمكن أن يعدي، يعني هل يمكن أن يعدي هذا يعني اضطراب الهوية التفارقي ممكن أن يعدي، أم أن السبب أن أمها بالتبني كانت تعذبها؟ يعني ما هو الدافع الأكثر؟
لا أكيد كانت تعذبها، لأنه زي ما قلت لك هاي الحالة النفسية ما بت مش تنساش بالدي إن إيه من الأهل أو الجينيركس، هي بتيجي من البيئة اللي عايش فيها الإنسان. فيمكن هاي البنت بعرف أنا ما شفتش الفيلم، يمكن البنت تبنتها صغيرة، لأنه هذا المرض ببلش بين سنة لخمس سنين، الشخصيات بتتنوع كلها يعني بتفاينلايزز بستة على عمر ستة. فهاي البنت تعذبت من هاي الام اللي تبنتها، اكيد اكيد تعذبت وشافت العذاب يعني، فعشان طلعت الارواح طلعت بحكي ارواح الشخصيات هاي سوري. يعني هذه الشخصيات تكتسب مع الوقت، ام يعني مثلا انا من سن 3 إلى 6 سنوات عندي 5 شخصيات حتى اخر يوم في عمري يكونوا 5، ممكن يزيدوا مع الوقت؟ Good question. والله لا أنا اللي بعرفه إنه كلهم بيطلعوا أول وأنت صغير، يعني الشخصيات اللي بتطلع بعقلك هو وين بتطلع الشخصية محمد؟ بتطلع بالعقل الباطن مش بالعقل الواعي. العقل الواعي بيطلعش لشهر إلى عمر 9 تقريبا، بين 5 إلى 9 سنين العقل الواعي بصحى. فهاي الشخصيات أكثرهم بيقولوا قبل العمر 6 بيكونوا طالعين، لأنه أنت ما عندكش تعرف إنه هذا تخير ولا حقيقي. فأنا اللي بعرفه اللي عندهم الشخصيات هاي بتكون كلها موجودة من عمر 6 سنين، بتكون ما بزدش عليها. يعني إذا عندك شخصيتين تنتين خلاص هدول هم طول عمرهم بضلهم معك إلا سويت علاج. 100 شخص من قبل عمر 6 مش بزيد على كبر. طيب هل ممكن أن تكون أحد هذه الشخصيات أو كلها حتى شخصيات حقيقية فعلا؟ يعني هل ممكن أن يكون مثلا أنا متقمص شخصية رئيس جمهورية مثلا، قائد حربي حقيقي، متقمص شخصية ممثل حقيقي، يعني شخصيات لها وجود حقيقي، أو أنتحل شخصية أبي أو أمي أو أخي أو صديقي، هل يمكن أن يحدث هذا؟ طبعاً لأنه أنت كطفل البيئة اللي أنت عايش فيها من غير كيف تتخيل أشياء، يمكن الشخصيات شفتها على التليفون، على التلفزيون، على الآيباد أو قصص تكون تقراها. فعادة الشخصيات اللي أنت بتطلعها بعقلك بتكون شخصيات أنت مرتاح فيها عارفها، يعني العقل الباطني بقدرش يخترع إشي من غير ما يكون هو الرد عنده الستركشر تبعته. فممكن شخصية تكون صوفيا لورين، يمكن أنا حاضر صوفيا لورين على فيلم وصارت هاي شخصية عندك. بس عادة مش الأم والأب، لأنه الأم والأب يمكن اللي عذبوه للولد مسكين. شخصية مثلاً ملاك، شخصية واحد فاير فايتر مثلاً، شخصية واحد دوميننت، واحد بحميهم، شخصية مسيطرة، يعني شخصية مسيطرة أو شخصية حامية. حامية هي عادة إلا ما يكون في شخص اللي بحمي، لازم، لأنه زي ما قلت لك بيكون في كتير عذاب وتعذيب حواليه، لازم يطلع شخصية تحمي، فبيطلع الشخصية اللي هي تحمي. هاي الشخصية هي أصعب شخصية تطلع لما تسوي العلاج، لأنه هذا الشخصية اللي بيحميه هو اللي أقوى واحد بكل الشخصيات عند المريض. والمريض الشخصية تبعته الأصلية اللي هو الطفل، يعني فيلم سبليت كيف الشخصية هو الأصل، كان عنده أعتقد 24 شخصية، شخصيته الأولى الألتر تبعته المضبوطة لما كان عمره 13 سنة. بآخر الفيلم لما الدكتورة طلعت الشخصيات كلها، لما طلع هو هذا عمره 13 سنة بقول لك أنا بعرف شو صار معي 20 سنة مش عارف شو القصة، تذكرت أمه تيجي تعزبه 20 سنة من حياته ما عندوش ذاكرة فيها، لأنه الشخصية اللي كانت قوية. فهمت علي؟ يعني مرات الشخصية بتتلبس الإنسان شهر شهرين ثلاثة يوم ثانية دقيقة. تمام. طب يعني ما هو المحرك أو الدافع لخروج الشخصية؟ يعني ما هي الشرارة التي تؤدي إلى خروج شخصية مثلا القائد أو شخصية الطفل أو شخصية المرأة أو شخصية مثلا الشخصية المثل الجنسية مثلا؟ يعني ما هو المحرك لخروج كل شخصية من هذه الشخصيات؟ ما هو شو بصير العقل الباطني بيكون العقل الواعي بيشوف بس 40 شغلة بالثانية، بنتبه على 40 شغلة بالثانية، بس العقل الباطني
بنتبه على 11 بليون أشياء بالثانية. فيمكن مثلا يمكن صوت الرعد، يمكن لما انضربت أنا وصغيرة كان في رعد برا، لما أو تمطر مثلا، لما يصير في مطر تطلع الشخصية اللي بتحميني، ممكن أشوف شيء أو مش منتبه أكون ماشي، ريحة بسكرني وبتطلع بالشخصية الثانية. It could be anything. يعني بتعرف شو سببها. الشطارة على المعالج يعرف، لأنه لما أعرف أنا شو سبب الشخصية كيف أطلعها، ممكن أحكي أو أعمل شغلة عشان أستشيرك أطلع الشخصية الثانية. هاي عشان هيك هاي علاجها بتاخد كتير سنين، مرات طول عمر الإنسان بيضلوا بالعلاج تطلع شخصية بشخصية. تمام. طيب يعني وبرنامجنا هو أطياف الحب، يعني كيف يكون المحب أو المحبوب؟ يعني لو أنا أحببت أو أحبني شخصية عندها هذا اضطراب الهوية التفارقية، يعني كيف يمكن أن تكون هذه العلاقة؟ هل هي علاقة ممكنة أم مستحيلة؟ حسب الشخصية عندك، إذا كل مناح تمام، بس المشكلة اللي عنده هذا المرض بعرفش إنه هو مريض، يعني اللي حواليه بنتبهوا، لأنه اللي عنده هذا المرض بيكون دائما واعي عن الذاكرة. يعني بكون معاك اليوم، مثلا أنا متجوزتك اليوم، طلعنا رحنا على مونتريال، أوكي، ثاني يوم ما عنديش ولا ذكرى مونتريال، وانت بتقول لي طب يا قديش كنا بمونتريال، عملنا هيك، بقول لك يا عمي ولا إلي ذاكرة فيها، او مرات ممكن انسى اسمك ما بعرفش مين انت. ف مساكين، اي نو ات ساوندز فاني، بس مساكين، لانه هم لما تطلع الشخصيات الثانيه وواعيين على الغبن، ما فيش وعي، ما فيش ذاكره، هاي اللي بتختلف فيها، انه الذاكره بتروح. ف المريض نفسيا ما بيكون عارف انه عنده هاي المشاكل، اللي حواليه بينتبهوا. فانت كإذا متجوزني وانتبهت انه كل يوم بنسى، بتحكي لي بروح على الدكتور بده يفحصني اجينست ديمنشا، بقول لك اوكي مش ديمنشا، الزهايمر، هاي سهل يعني يشوفوها، بلكن باي بولر، بقول لك يا عمي لا هاد ولا هاد ولا هاد ولا سكيزوفرينيا. بصير يسأل أسئلة أكثر، أسأل أكثر، أهم شيء نعرف إنه في عندك الذاكرة بتروح، هي هاي نمبر 1، اللي هي ما عندكش علم، بتقول أنا ما بتذكر إشي، بكون قاعد وتاني يوم بلاقي حالي بهاي المنطقة، بكون نايم بقوم تاني يوم بوعى حالي قاعد بالسبوي، كيف راح اليوم ما بعرف. فوقتها بصير المعالج يقول لك بلكن عنده شخصيات. السؤال أكم شخصية عنده، كيف نطلعها؟ مش كل الشخصيات مستعدين يطلعوا، وبتعرف إذا في دومينت اللي بتقول للشخصية أنت أطلع أنت أطلع. فأنت كإنسان بتحبني المفروض تنتبه على هيك إشي، ولما تنتبه خدني على الدكتور خليه يفحصني. بس في يعني، لأنه بس على فكرة هاي المشكلة يعني زي ما قلت لك أقل من 1% موجودة بالعالم، يعني صعبة جدا جدا. بس فما اللي بعرفه أنا، كل اللي عملونهم ريسيرش أكثرهم single people، صعب عليهم يسووا، ما عندهم مشاكل نفسية، يعني ما بيقدروش يكونوا مع ناس. هي طبعا هي أمر صعب جدا على المحب والمحبوب في أن معا فعلا. طيب يعني إذا وجد شخص أنه من يحبه عنده هذا الأمر، هل هناك علاج؟ يعني وهو السؤال الأخير ولكنه ليس أخيرا في حقيقة الأمر، يعني هل هناك علاج وإذا كان كيف؟ فيش علاج بدواء، يعني ما في دواء. السكيزوفرينيا له دواء، البايبولر عنده دواء، الدمنشا كلهم عندهم أدوية، لأنه هاي بالنورانس تدخل على الكيميكلز بعد النورانس وبتحلها. بس بهذا المرض النفسي هذا الوحيد اللي بدوش إلا سايكوثيرابي، أو اللي أنا درسته اللي هو التنويم المغناطيسي، لأنه الطريقة الوحيدة تطلع الشخصية لازم تطلعها من العقل الباطني. العقل الباطني بالعلاج اللي أنا بعمله بحكي مع العقل الباطني، بطلع الشخصية واحدة بواحدة واحدة بواحدة، وبعالج كل شخصية لحالها. هاي بطلعها بحلها، انه تدخل الشخصية جوا الجسم الانسان وتضلها، مش انه اشيلها، ما بتروحش على فكرة الشخصية، ما بتروح، بتضلها موجودة. بس شو بصير؟ بعمل الشخصية كأنها
تشتغل مع بعض، كلهم يشتغلوا مع بعض عشان يساعدوا المريض انه يصيروا واحد بس هيك، واحنا بنقول تزاوج الشخصيات. المشكله لما يجي المريض لازم اول شيء يكون في امان بيني وبينه، من غير امان راح العلاج. يعني الامان اهم شيء، لازم اطلع الشخصيه بشخصيه، اطلعها واحده بواحده، والله اعلم اكرم شخصيه فيه. مرات الشخصيه الثانيه بتطلع بعد 3-4 سنين. ف باللي عندهم هذا المرض طول عمرهم بتعالجوا، على فكره مش سنه سنتين ثلاثه، طول عمرهم بيحتاجوا علاج. بس بالعلاج بيصير بتعلم انه يحكي مع الشخصيات، يتحكم فيهم. ما تنساش محمد، احنا عندنا كلنا نتخيل اشياء، مرات احنا بنحكي مع حالنا بنقول يا عمي انا مش حدرس هلا، حاسقط، انا حماره، انا ما بعرف شو، انا ناصحه، انا نحكي مع حالنا، بس احنا عارفين انه احنا اللي بنحكي. بس اللي عنده هذا المشكله بيعرفش انه في شخصيه ثانيه هي اللي باثر عليه، متحكمه فيه الروحانيه. طيب يعني كخبيره كيف لك ان تعرفي من عنده اضطراب الهويه التفرقيه او تعدد الشخصيات بشكل حقيقي، ومن يدعي ذلك؟ لأنه قد يدعي أحدهم أنه يعني لكي يهرب بفعلته يقول لا لا أنا كي أنا لم أفعل هذا، يعني أنا لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر. يعني هو لأنها حجة رائعة جدا للهروب بكل الفعلات السيئة، يعني أنا أفعل ما يحلو لي وأقول هذا ليس أنا، هذا الشخصية الأخرى التي بداخلي. طبعا أروح أخش على جوزي أقول له لا مش أنا، هي شخصية تانية ولا أسهل منها. بالضبط. بس انا لسه قبل اسبوعين حضرت على نتفليكس، يعني شوف كيف احنا عم نحكي بالموضوع، عن قصه واحد قتل بنات بالجامعه، نسيت شو اسم الفيلم، هلا موجود على نتفليكس. قتل مش عارف اكم بنت، بس دائما لما حبسوه يقول لهم انا مش عارف انتوا على ايش بتحكوا، انتوا بتقولوا لي قتلت بنات، انا مش بعرفش على ايش بتحكوا، انا لا رحت هون ولا عندي كذا ولا عندي كذا. فالقاضي قال لك هذا أكيد حجة، يعني بقول لك أنا مش متذكر أو عنده دمنشة مش عارف شو. ونادى دكتور نفساني، الدكتور نفساني عمل له تنويم مغناطيسي. الإنسان بالتنويم المغناطيسي بيكذبش. فبالتنويم المغناطيسي انتبه إنه عم بيحكي أشياء بس ما عنده ذاكرة، فقال لك بلكن عنده، بس هو لأنه بقول لك هاي الحالات قليلة جدا، فراح نادى كمان واحد تاني بتخصص بهاي الأشياء، دكتور تاني. إجا ذاك الدكتور قال له لا لا هذا فيلم. جابوا ستة واختبروه، قعدوا 3 أشهر يمتحنوا فيه، قال لك يا عمي لا هذا مزبوط عنده هذا المرض النفساني. من الستة صارت انترناشنال نيوز، كل الدكاترة بالعالم إجوا عشان يشوفوا، لأنه مسكين قليل جدا ما تلاقي الحالة هاي. يعني لما يسمعوا الدكاترة انه في حالة موجودة كل الدكاترة بتيجي تدرسه، والكل يقول لك نو واي هذا اكيد بكذب، هذا اكيد كذاب، مش معقول قتل 20 بنت وكذب وهاي. لا كان عنده أيستن 12 شخصية وشافوا مزبوط كان فيه عذاب، كان ابوه يعذبه وبعدين امه تجوزت الثاني جوز ابوه يعذبه اكثر، التعذيب اكثر ونحبس، بس طلعوا براءة لأنه مزبوط ما عندوش ولا يعني اكتشفوها. فأنا مش دكتورة، أنا مش دكتورة نفسانية، أنا بشتغل مع 2 تقاعدوا وصاروا 45 سنة بالدكتور نفسانية، قالوا عمرهم بحياتهم ما شافوا الحالة هاي، قليلة جدا نادرة جدا. بس أنا بعرف لما يكون واحد عندي جاي وعمل له تنويم مغناطيسي مرات بتطلع حالات تانية، بس بكون عارفين لما يصحى من التنويم المغناطيسي بقول يا أنا تذكرت هلا شو حكيت وعرفت شو حكيت، هذا ما عندوش هاي الشخصية التانية. بس أنا بالتعليم تبعي بدراستي لما تتعلم التنويم المغناطيسي بيعلموك إشي بيقولولها بدك ترجم لي إياها هاي spiritual detachment، اللي إحنا بنقول يعني الفصال الروحاني، يعني إن أنا أفصل حد روحانياً روحاني، او احنا بالانجليزي بنقول اكسرسيزم، بس هي مش اكسرسيزم هي علم. لانه اذا المريض جاي قدامي وقال لي هو مآمن انه عنده شخصيه ولا عنده روح لابسه، خلص انا ما دام هو هيك مآمن، هذا العقل احنا بنقول خذ على عقله، اذا هو مآمن انه في عنده انفصام الشخصيه، اذا هو مآمن انه الجن لابسه، لازم اشتغل على عقله الباطني واقول له اوكي يا حبيبي مش مشكله انا بسوي هاي الاشياء وبعالجه. بس هو مريض، هو مريض
تمام. بس انا مش هقول له انت مريض، المهم المهم تعالج. اذا تعالج خلص، اذا العقل الباطن مفكر لابسك جيم، بقدر اقنع العقل الباطن يعني انا شلت الجيم. فهمت كيف اللعب؟ تمام. بالحالتين هاي، فاحنا لازم نتعلم هاي الشغله، لانه زي ما قلت لك هذيك المره اجاني شيخ وقال لي حالف يمين انه هذا الزلمه لابسه جيم، ورحت معه للشيخ قلت له على عيني وراسي، قلت له بس انا ما بامن يعني بالحكي هذا، وبلش الولد يعمل اصوات ومش عارف شو، مبين مريض، لا طلع ولا لف ولا عملت هيك وقعدت نام ذا الصف، بس تعالج، بس عنده سكسوفينيا. قلت له للشيخ ولا الاهل قلت لهم حرام يعني هذا لازم تاخذوه تعالجوه، لانه اللي عملتوه هذا يعتبر child abuse، لازم يعني انا have to report it. بس عملته، بس الشيخ والله كان مآمن 100% انه لابسه الجن، واهل كانوا مآمنين 100% لابسه الجن. قلت له بقى انتوا مآمنين وانت مآمن، فالولد صحي وعايش طول عمره مآمن انه لابسه الجن. بس فهذا الفرق بين العلم وبين الناس اللي انتبهوش عليها من ناحية علمية. اكيد اكيد، يعني في النهاية كان معتاد اوديس، يعني أشكرك جدا على وجودك معنا في البرنامج وعلى كل هذه المعلومات التي أفدتينا بها، يعني نتمنى أن تكوني ضيفتنا دائما ونسعد بك دائما في البرنامج. يعني مشاهدينا الكرام، يعني إذا أمكن أن نلخص هنا، يعني الشيء الجيد أنه هذه الحالة، يعني اضطراب الهوية التفرقية أو تعدد الشخصيات، هو أقل من 1%، فهذا شيء جيد أنه غير منتشر حول العالم. والشيء الجيد أيضا كما قالت أوديس أن هناك علاج، علاج قد يكون صعب قد يكون طويل، ولكن هناك أمل، طالما أن هناك علاج فهناك أمل. ولكن إذا أحببت إنسانة أو أحببت إنسان، وفي يوم من الأيام وجدته ينساك أو تنساك، وجدتيها مع شخص آخر، وجدتيه مع امرأة أخرى، كان شخص طبيعي في تصرفات معينة، أصبح غير طبيعي في تصرفات أخرى، توجهاته الجنسية اختلفت، كنت تحبين رجل وأصبح امرأة، أو كنت تحبين امرأة كنت تحب امرأة وأصبحت رجل، يعني لا أقول دائما، هناك من يدعون ذلك طبعا لكي يعني يهربوا بفعلاتهم، ولكن في بعض الأحيان قد يكون فعلا معذور في هذا الأمر، قد يكون عنده هذا الاضطراب أو نوع من أنواع الأمراض النفسية. أيضا إذا شعرت بشخص يعني عنده تصرفات غريبة وعجيبة وظننت أنه ملبوس بروح شيطانية، نحن هنا لا نتحدث عن الدين، هنا نتحدث عن صحة هذا الأمر من عدم، وليس يعني شأننا في هذا البرنامج إطلاقا، ولكن دائما فكر في الطب النفسي أيضا، يعني هناك احتمالية أن يكون هذا الشخص مريض نفسيا ويحتاج إلى طبيب نفسي أو يحتاج إلى معالج سريري، وهذان تخصصان مختلفان على فكرة، يعني كما قالت أوديسيا ليست طبيبة ولكنها أخصائية علاج سريري، والعلاج السريري أو ما يطلق عليه خطأ في الحقيقة في اللغة العربية التنويم المغناطيسي، الذي يظن الناس، يمكن تحدثنا عن هذا في حلقات سابقة، ان الناس يظنوا انه هو يعني ما يخرج على المسرح وينوم الناس ويقوموا من النوم، لا، هذا كلام فقط في يعني الفكر الشعبوي او عفوا الفكر الغير متقدم، لكن في كل دول العالم المتقدمه اخصائي العلاج السريري او المناوم المغناطيسي هي تخصص محترم الى اقصى حد، عنده آلاف الحالات التي يتابعها يوميا. الأطباء النفسيين يقومون بتحويل الكثير جدا من الحالات إلى أخصائي العلاج السريري، لأن الطب النفسي وحده لا يكفي لعلاج هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي مع حضراتكم
مرة أخرى نتمنى أن تكونوا دائما بكل خير. إلى اللقاء.